FM. الكلمة ليك. نبدأ بالشروق. وين في صفحة 15؟ رغم تكرر الهجمات على فروعها والتهديدات الإرهابية، بنوكنا ترفض تأمين أموالها. صفحة أخرى، صفحة الرابعة، أي حسابات سياسية لتغيير القواعد الانتخابية، تغيير في قانون الانتخاب وعتبة 5% تثير الجدل. صفحة 10، أكدتها الأمطار الأخيرة، تونس في مهب التغيرات المناخية. صفحة 15، يديرها عون أمن معزول، الإتاحة بعصابة مختصة في السرقة. صفحة 32، قناة تونسنا منشط نقطة استفهام يتهم النهضة بإيقاف البرنامج. نمشي للصباح، وين حديث الأربعاء يكون مع رياض الشعيبي، يقول لهذه الأسباب يتحمل رئيس الجمهورية واقع الأزمة السياسية، لجنة الحريات مجرد مناورة سياسية. نحكيه على القانون المالية، شرعت الحكومة في إعداده قانون المالية 2019 لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة، وبعد أن ناهز 74 دولارا ارتفاع سعر البترول يفرض قانون مالية تكميلي. في عنوان آخر، استقالات أخرى في الأفق، مشروع تونس يتهم الحكومة بالتخريب، وهكذا رد بن فرج. وعلى مستوى بيئي، يرجح تسرب مادة سامة في البحر نفوق أسماك على شاطئ جبس. نمشي للمغرب، وين في بادرة جديدة خاص الأساتذة صادق بالعيد وحسين الدماسي وأمين محفوظ، يقترحون في مشروع قانون أساسي تغيير نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، التصويت على قائمات بمترشحين اثنين في دورتين. هذا المقترح متاع ثلاثة أساتذة متاع القانون الدستوري. بعد انتهاء أجل إيداع تقارير المالية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية، أكثر من 1850 قائمة قدمت حساباتها وخطية مالية للمخالفين. ونحكيه على قانون المالية، قانون المالية 2019، ماذا يعد الشاهد قبل رحيله. وفي عنوان آخر، فاقت المعدلات العادية وتتواصل إلى الغد، الأمطار تتسبب في وفاة، انقطاع الطرقات، تعطل حركة النقل وتأجيل مواعيد ثقافية. كاب اف ام، الكلمة ليك.